الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الأساسي من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق، أهلا وسهلا فيكم يا سادس بدرس الثاني مادة التاريخ وعنوانه مقاومة المشركين للإسلام. رح نعرف اليوم عدة أهداف. أول هدف الإذن بقتال المشركين، اثنين رح نتعرف على يوم بدر اللي هو الأطراف والنتائج، ورح نتعرف أيضا على يوم أحد، ورح نتعرف من هم الأطراف المشاركة في يوم أحد والسبب والنتائج. خلينا نتعرف أول شيء على أسباب إذن الله تعالى للمسلمين بالجهاد. الأسباب التي دفعت المسلمين للجهاد، أولها نشر الإسلام، اثنين رد الأذى، وثلاث حتى يدافعوا عن نفسهم. هذه هي أهم الأسباب التي دفعت المسلمين للجهاد. بدنا نوضح هلا المقصود بالسرايا والغزوات والفرق فيما بينهم. السرايا يا سادس هي بعثات استطلاعية لم يشارك فيها الرسول، كان هدفها إضعاف قوة المشركين. أول سرية كانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب، كان عدد سرايا الرسول 38 سرية. أما الغزوات هي حملات شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون فيها قتال ضد المسلمين وعددها 26 غزوة، ضد المشركين أسف، وعددها 26 غزوة أي 26 يوم. هي بالنسبة للسرايا والغزوات. هلا بدنا نشوف يوم بدر ورح نتعرف على أسبابه والنتائج. يوم بدر، من أسباب يوم بدر سماع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم قافلة لكفار قريش من الشام يقودها أبو سفيان، وكانت هذه القافلة محملة بالبضائع والنقود. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من مجموعة من المسلمين يذهبوا لأخذ هذه القافلة بدلا من القافلة التي استولى عليها كفار قريش من المسلمين. أبو سفيان سمع بالخبر وسمع بأن هناك مجموعة من المسلمين رح يهاجموا القافلة، أرسل إلى مكة رجلا ليخبر كفار قريش بما حصل، وحتى يخبرهم أن أموالهم مع أبي سفيان، أن جيش رسول الله سوف يستولي عليها، وتمكن من أبي سفيان من الوصول إلى مكة والحفاظ على القافلة. وأخبر كفار قريش بأنه لا يوجد أي سبب للقتال مع المسلمين، لكنهم رفضوا وقرروا أنهم يجهزوا جيش لمحاربة المسلمين. هذا السبب ليوم بدر. إذن السبب ليوم بدر أنه سماع النبي بقدوم قافلة لقريش، وكان النبي إيش بده يحاصر هذه القافلة، وأبو سفيان سمع بالخبر وخبر كفار قريش وقرروا أنه يجهزوا جيش لمحاربة المسلمين. أطرافها وقعت بين المسلمين والمشركين من قريش، ومن نتائجها أنهم انتصر المسلمين وعزز مكانة الرسول بين القبائل، ودخول عدد المشركين في الإسلام، واكتساب المسلمين قوة في القتال، وزادت هيبة المسلمين، وآخر إشي تم أسر عدد كبير من المشركين. هاي بالنسبة لمعركة بدر. شو رأى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أهم أسباب فوز انتصار المسلمين في معركة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لمشورة الحباب بن المنذر أن ينزل المسلمين قريبا من بئر بدر حتى يسيطروا على مياهها والتحكم فيها وحرمان المشركين من الوصول إلى الماء. خلينا ننتقل هلأ لمعاملة الرسول للأسرى. كيف الرسول عامل أسرى بدر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذب أسرى بدر ولا أهانهم، لكن استوصى فيهم خيرا ونهى عن قتلهم، وكان فداءهم للمقتدر بدفع المال. أما غير المقتدر والذي يستطيع القراءة والكتابة فيعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. شوف يا سادس كيف الرسول عامل أسرى بدر، ما عذبهم وما أهانهم، لكن أمر منهم الذي يستطيع القراءة والكتابة أن يعلم 10 من المسلمين. خلينا ننتقل هلأ ليوم أحد. يوم أحد سبب رغبة قريش في الثأر لما أصابها من هزيمة يوم بدر.
التقى الطرفان في أحد منهم الطرفان المسلمين والمشركين. الرسول كان قد رتب المجاهدين وعين الرماة على الجبل وطلب منهم حراسة الجيش من الخلف، ولما حقق المسلمون النصر ترك الرماة مواقعهم الدفاعية، بالرغم من أنه يا سادس الرسول أكد لهم بعدم النزول عن جبل أحد والالتزام بأوامره، لكن عندما هزم المشركون ظن الرماة المسلمون أن أحدا انتهت، عندما التفت خالد بن الوليد وكان قائد الفرسان للمشركين أنذاك خلف المسلمين وحاصرهم وحقق النصر عليهم، وانتهت هذه المعركة باستشهاد حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير. إذن سبب هزيمة المسلمين في يوم أحد أن الرماة خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل عندما ظنوا أن المعركة قد انتهت. وهيك يا مس بيكون درسنا انتهى لليوم، ويعطيكم ألف عافية. حلوا أسئلة الدرس على الكتاب، ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.